أسعد الله صباحكم بكل الخير. موجز الأخبار. أعلنت القوات المسلحة في بيانها 16 حول عملياتها الشاملة القضاء على 30 تكفيريا وخلية إرهابية شديدة الخطورة مكونة من 6 عناصر تكفيرية. جاء في البيان أن قوات إنفاذ القانون نفذت مداهمة لبؤرة إرهابية بمدينة رفح نتج عنها العثور على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر ومركز إرسال، إضافة إلى إلقاء القبض على 345 فردا بينهم عدد من العناصر التكفيرية شديدي الخطورة، كذلك تدمير عدد من الأوكار والخنادق بشمال ووسط سيناء واكتشاف وتفكيك 93 عبوة ناسفة تمت زراعتها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف القوات بمناطق العملية. يستقبل بعد قليل الرئيس السيسي نظيره السوداني عمر البشير الذي يقوم بزيارة لمصر ليوم واحد. صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي مشيرا إلى أن الهدف من الزيارة هو مواصلة التشاور بين الرئيسين. أظهرت النتائج الأولية لفرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية حصول الرئيس فلاديمير بوتين على 76% من الأصوات بعد فرز 99% من الأوراق الانتخابية. قتل العشرات من ميليشيات الحوثي في غارات جديدة لطائرات التحالف العربي استهدفت تجمعات لهم بمحافظة الحديدة، إضافة إلى تدمير آليات عسكرية. وذكرت مصادر يمنية أن الغارات طالت مواقع مستحدثة للحوثيين في الحسينية ونتج عنها مقتل 38 حوثيا وجرح أكثر من 40. في أمان الله.